أهلا بحضراتكم. بعد هذا الفاصل كنا مع حضراتكم بنحاول نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا من الأمنا الكريمة الحاجة فتحية وأختنا الكريمة الأستاذة ماجدة. هجاوب لكن بعد معايا اتصال تليفوني من الأستاذ ضياء. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا أستاذ ضياء، اتفضل. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. حرج الصحة والسلامة وربنا يعيده علينا بخير يا رب، وأمن وأمان وسلام على مصر والأمة كلها إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. بعد إذن حضرتك، في ظل الظروف اللي الدول العربية كلها بيحصل فيها كل المشاكل والجهاديين والكلام ده كله، حضرتك عارف طبعا إن الجهاد هو فرض من فروض الإسلام يعني. نعم. بس إيه هي الشروط الصحيحة للجهاد؟ حاضر. الشروط الصحيحة للجهاد اللي يقول الإنسان ده فعلا مجاهد ولو مات هيكون مجاهد في سبيل الله. حاضر. ده بعد اذنك سؤال. السؤال الثاني معلش انا اسف يعني. لا اتفضل. ربنا يخليك. في حرب انا شايفها حضرتك ضغط، في حرب جامده قوي على الاسلام في الفتره دي، وفي حرب موجوده على بعض الشيوخ اللي موجوده عندنا، حتى ما بيفسروا ايات القران الكريم يعني تفسير مثلا بعض الايات، اما يجي يقول مثلا في الفاتحه اللي هم الضالون مثلا، اللي هي الفاتحه كلمه الضالين مين هم؟ مثلا الضالين، او ان هم يقولوا مثلا ما ينفعش نكفر حد. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. الكلام ده كله حضرتك احنا ما حدش يقدر يكفر حد، ولكن القران هو اللي فيه ايات، فما يجي الشيخ يفسر ايه معينه او يقول ان الذين كفروا كذا، او بعض ايات القران اللي بيقول ان الاقباط كفار، فيحصل عليه مشاكل او يحصل عليه كذا، فراي حضرتك ايه في الكلام ده؟ حاضر، يعني يا ريت. حاضر. حاضر يا استاذ ضياء. حاضر. أستاذ سيد السلام عليكم. أستاذ سيد، يا أستاذ سيد. طيب هنجاوب الأسئلة وبعد كده برضو نتلقى اتصالاتكم التليفونية إن شاء الله. بالنسبة للأمنا الكريمة الحاجة فتحية، الأول أنا بوجه رسالة لأسرتها اللي عاملين معاها مقاطعة، بقول لكم ما يصحش تقطعوها، دي أختكم، والرحم من الله سبحانه وتعالى، سمى نفسه الرحمن الرحيم، وربنا أقسم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب الحاجة فتحية تعمل إيه في المشكلة ديت؟ هي بتحاول تتقرب منهم، هم بيصدوا عنها. نفس السؤال ده سئلوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، أعمل إيه؟ باجي أحسن إليهم هم بيسيئوا لي، أعمل إيه؟ فربنا قال له الرسول قال له استمر على ما أنت عليه، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملا، يعني بتأكلهم التراب الحار بمكارم أخلاقك، كأنك بتسففهم التراب بمكارم أخلاقك، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ربنا بيعينك وانت على كده. يبقى يا حاجة فتحية حاول توصليهم وتصليهم بكل ما تملكين من قوة. طيب المسألة تأزمت قوي بقى وممكن توصل لحد الغلط والمشاكل والكلام ده كله، يبقى لا ضرر ولا ضرار، أعمل إيه؟ إن شاء الله برسالة تليفونية أبعت لهم رسالة أقول لهم السلام عليكم، كل عام وأنتم طيبين، ربنا يطمن عليكم. أبعت لهم دعاء كل يومين ثلاثة كده على التليفون من الأدعية اللي معروفة ديت، ونتبادلها مع بعض كل يوم. يبقى هذه أقل درجات الصلة. يعني شوف التكنولوجيا ساعدتنا النهاردة في إن احنا برضو يبقى فيه صلة رحم بيننا وبين بعض من خلال وسائل التكنولوجيا اللي معانا، التليفونات والواتساب والفيسبوك والكلام ده كله. لو قابلتيهم فلقيتي ممكن، لو قابلتيهم حد فيهم يعتدي عليكي أو ما إلى ذلك، يبقى لا ضرر ولا ضرار، وأبعت لهم رسالة تليفونية أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، يبقى أنا كده وصلتهم بوسيلة تحقق الهدف من الصلة، وفي نفس الوقت ما تجيبش مشاكل وما تجيبش ضرر. السؤال الثاني يا حاجة فتحية، بتقولي إن أنت مريضة كلى، ربنا يشفيك يا رب، وإن الأطباء قالوا لك الموضوع في إيديكي، إن قدرت تصومي صومي، ما قدرتيش خلاص، إذا الموضوع في إيديكي يا حاجة فتحية. لو أنت النهاردة لقيت نفسك عطشانة إلى درجة هتؤثر على صحتك بشكل أو بآخر، من حقك إنك تفطري، وبعد كده قدرت تقضي اقضي في أيام الشتاء ولا حاجة، ما قدرتش تقضي طلعي عن كل يوم إطعام مسكين. والمريض يا جماعة ربنا سهل عليه الموضوع وأعطاه رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اللي مش قادر يصوم يطعم،
قادر يصوم يقضي. فانت يا حاجه فتحيه مش قادره تصوم يا ست الكل، ممكن تطلعي عن كل يوم بتفطريه اطعام مسكين. بتفكري كتير وانت بتصلي، كل الناس بتفكر وهي بتصلي. طيب عايزه حل علشان ما افكرش كتير وانا بصلي، فكري في الايات القرانيه اللي انت بتقريها وانت واقفه. طب لما اركع واقول سبحان ربي العظيم افكر في معنى سبحان ربي العظيم. طيب لما اقوم اقول سمع الله لمن حمده افكر في يعني ايه معنى الحمد، وربنا يستحق الحمد على ايه، على نعم وكذا وكذا. طيب وانا ساجده افكر في سبحان ربي العظيم. لو فكرت في الكلام اللي بتقوليه هيبقى تفكيرك في صميم الصلاه مش في حاجه بره، مش بفكر في الولاد او في التليفون او في الفاتوره او في الكهرباء او في الميه او في الزيت اللي غلي او في السمنه، او لا بفكر في شيء هو من جنس الصلاه اللي هي ايات القران اللي بصلي بيها او التسابيح او الادعيه، يبقى بفكر في شيء هو من جنس الصلاه، وبالتالي ده مش هياثر على صلاتك وربنا يتقبل منك يا حاجه فتحيه. اختنا الكريمه الحاجه ماجده بتقول هي برضو مريضه كلى وربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مرضانا جميعا، والدكتور منعها من الصيام وهي بتحاول يعني طبعا عايزه تقضي عن كل يوم اطعام مسكين وهي المعاش على قدها. عندك حل من اتنين يا حاجه فتحيه. الحل الاول ان انت مثلا هتصومي 30 يوم، خلي طول السنه عندك مثلا 11 شهر تانيين، قولي 10 شهور كل شهر تطلعي اطعام 3 مساكين. يبقى انت عندك 30 يوم توزعيهم على 10 شهور يبقى كل شهر 3 مساكين. لو قلنا المسكين بالنسبة للي زي حالاتك هيبقى ممكن يبقى 7 جنيه وممكن يبقى 5 جنيه كمان، يبقى أنت تطلعي 15 جنيه في كل شهر. طب مش قادرة، مش متوفر معايا حاجة خالص وأنا معاشي يدوب بيأكلني وبيشربني، يبقى ما عليكيش حاجة وربنا يقضي ما عليكي بإذن الله. الأستاذ ضياء عنده سؤالين. السؤال الأول بيقول في ظل الظروف الجماعات الجهادية وخلافه، إمتى الجهاد يبقى فرض عين على المسلمين؟ الموضوع فيه خلاف يا أستاذ ضياء. إذا دخل العدو بلد مسلم يبقى الجهاد فرض على كل المسلمين، ده رأي في كل بلاد العالم، ده رأي. والرأي الثاني وهو ما عليه الجمهور، إذا دخل العدو بلدك أنت يبقى الجهاد فرض عين عليك. طيب فرض عين عليك تطلع تجاهد لوحدك كده، تطلع تجاهد بطولك كده، ولا بإذن من الحاكم؟ بإذن من الحاكم. النظام الدولي اتغير، كان زمان اللي بيلموا بعض كده كل واحد يركب فرس ويجيب سيف وبتاع ويروح يحارب، النهارده بقى فيه جيوش وبقى فيه دبابات وطيارات وأسلحة متطورة وبقى فيه كل دولة عندها جيش. يبقى أنت جهادك في حالة إذا وافق ولي الأمر وبالطريقة اللي حددها ولي الأمر. ممكن تبقى بتجاهد مع ولي الأمر وانت قاعد في بيتك لما تدفع الضرائب اللي ولي الامر عاوزها، لو دفعت تبرعات لو ولي الامر طلب، لو دعيت للجيش لو مش مطلوب منك غير انك تدعي له، يبقى ده هو الجهاد بتاعك باذن من ولي الامر وبالطريقه اللي حددها مين؟ ايضا ولي الامر. السؤال الثاني اللي بيقول فيه انه بعض الشيوخ بيفسروا القران الكريم زي بعض ايات سوره الفاتحه وبعض ايات الخاصه بالتكفير، طيب هم بيفسروا القران ليه الناس بتشتمهم؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. في حاجة اسمها أولا القرآن الكريم يا أستاذ ضياء موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وعاش المسلمون الأوائل مع غير المسلمين بدون ما يرددوا هذه الآيات. دي آيات خاصة بالعقيدة، والكلام في العقائد له مكانه رقم واحد، رقم اثنين له حساسيته اللي بتفرض علينا واحنا بنتكلم فيها ما يسمى بفقه الأولويات وفقه النوازل وفقه المآلات وفقه اللحظة اللي انت عايشها وما إلى آخر. احنا عايشين في وطن واحد واتفقنا ان كل واحد له دين كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، خلاص. يبقى لما اجي عند آية خاصة بالعقائد الأخرى أتلوها، ده قرآن كريم، أبين حكمها بدون ما أسقط هذا الحكم على سين أو صاد من الناس علشان ما يبقاش الموضوع فيه كأنه اعتداء على عقيدته واحنا في بلد واحدة، وده قد يؤدي إلى مسائل أخرى احنا بقى بنبقى حريصين عليها بما يسمى بفقه النوازل. فلا ننكر القرآن ومع ذلك لا نسقط ما في القرآن على أشخاص بعينهم علشان ده لا يؤدي إلى فتنة، والله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. لا ننكر القرآن ولا نسقطه على أشخاص معينين
بما يجرح مشاعرهم أو يحدث فتنة في المجتمع، يبقى أنت حققت حاجتين، حققت مراد الله عز وجل حينما فسرت قرآنه أو تلوت قرآنه، وحققت مقصد من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على الأنفس وعدم إثارة الفتن ولا ضرر ولا ضرار وما إلى ذلك. وهنا يبقى أنت عملت ما أمرك به الإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يصلح بيننا جميعا، وأن نتجاوز كل أزماتنا. كل إنسان ممكن يغلط، وإحنا لازم يعني نعذر بعضنا بعضا ونشوف المساحات الكبيرة اللي بيننا وبين بعض نتعامل على أساسها. وارد إن أنا أغلط على الهوى أو أي حد تاني يغلط، ما فيش حد معصوم من الغلط، وفي النهاية إحنا بشر، وفي النهاية نحتوي كل هذه الأزمات ونحب بعض ونعيش مع بعض في أمن وأمان وسلام إن شاء الله. فاصل ونستكمل مع حضراتكم بإذن الله.